أجيبة، أخرجوها الآن. هذا حلم يا ترى؟ إن كان حلما فلا توقظاني. أيلي، هذا أنا، كنت أبحث عنك. من هناك؟ أيلي، أنت على قيد الحياة؟ أيلي، انظري إلى هذا جيدا. كان هذا وشاحك الذي كنت سترتدينه، تذكري يا أختي. الوشاح؟ أجل أجل يا آيلي. ري، لا أصدق، هذا مستحيل. أردت رؤية أخي مرة ثانية، أردت رؤيته، لكنني للأسف استسلمت. أنا لم أفقد الأمل بعد تلك الحادثة. لم يبق لي سوى الأسى والمعاناة. لقد استسلمت. أخي، أين أنت؟ أخي، أيلي، أخي. تبني ري، آيلي. صارت أختك الآن في قبضة يدي يا هذا. ماذا تقول؟ سأذيقكم الألم الذي ذقته لفقد أبنائي. هناك من يتألم، هل تسمع صوته؟ آيلي، نصال سكاكيني أطول من العادة، وقد لا أستطيع التحكم فيها جيدا، لذا استعدا للموت في أي لحظة. سدد نحو المرأة الثانية. أنت على حق. توقف، أرجوك توقف. أرجوك اتركها، اترك أختي. لديك قلب حنون حقا. ماذا لديك يا صاحب نجم الشمال؟ سيف. ماذا؟ آيلي، لا تقاتل، لقد فكرت في الأمر نفسه. يجب ألا يضطر أخي إلى قتال صديقه، إنه يعاني من أجلي، لا أريد أن يقتل على هذه الحال. هيا هيا هيا. لا تخافوا من أيها الأشرار، أنا خصمكم، فتقدموا. راميا، شكرا لك. يمكن شفاؤها؟ أيمكن ذلك؟ آيلي،
سترين وجه أخيك قريبا. هل سأتمكن من الرؤية مجددا يا سيف؟ أجل، ستتمكنين من الرؤية بإذن الله. هل صحيح أنني سأراه إن فتحت عيني الآن؟ عيلي أخي. مضى وقت طويل لم أرى وجهك فيه. آيلي. آيلي، أتذكرين الذي أسرك؟ سمعت أن على صدره جراح سبعة. لا أعرف وجه ذلك الرجل، فقد كان دائما يضع خوذة سوداء ويغطي وجهه. ومن يكون هذا؟ أخبرني يا سيف. مستحيل. ألديك فكرة عمن قد يكون ذلك الرجل يا سيف؟ يبدو أنني لن أرتاح أبداً.